الحالة الفوضوية في الأحياء السكنية بسبب القمامة والنفايات التي تكون مبعثرة في كل مكان، فضلاً عن استقطابها القطط والكلاب للبحث عن طعامها، مشهد قد نراه يومياً وهو مزعج بالطبع. ولكن ما الحل؟ مقطع مصور انتشر بشكل كبير عبر المنصات المختلفة لطريقة مبتكرة ومذهلة للتخلص من القمامة، وذلك في محافظة شقراء التابعة لمنطقة الرياض. المقطع يبين طريقة إخفاء حاويات القمامة الموجودة بالشوارع بطريقة مبتكرة. فكرة حاوية القمامة الخفية تعتمد على فتحة من الأعلى تشبه الأسطوانة الكبيرة، يتم إلقاء القمامة فيها، ثم تمر عبر الأسطوانة وتنزل في حاوية القمامة الخاصة بالبلدية والموجودة تحت الأرض، حيث يمكن التحكم أوتوماتيكياً بها من قبل رجال البلدية لإفراغ محتوياتها. لنشاهد هذا المقطع. هذه الفكرة حظيت بإشادة وإعجاب، خاصة أنها تسعى للقضاء على التشوه البصري وإضافة جمالية للمكان، فضلاً عن الروائح الكريهة. ليشير المغردون أن هذه الخطوة مميزة واستثنائية وتستحق التعميم. فعلاً مشاهدينا، فكرة رائعة تستحق النشر، ونتمنى أن تكون موجودة في جميع الدول.